سعيد اليوم بدعوتي ضمن جلسة تم استهداف فيها خريجين كلية حمد بن راشد للإدارة الحكومية والمتزبين في البرامج الحالية كذلك في التعليم التنفيذي أو غيره. تكلمنا اليوم عن القمة العالمية للحكومات كحدث مهم في الدولة، حدث استضاف تمت فيه استضافة خبراء وعقول حول العالم، رؤساء دول تكلموا عن خدمة البشرية وخدمة الإنسان. فاليوم كان الحوار جميل، نتكلم فيه عن قيمة هذا الحدث للدولة وأبرز ما جاء فيها وقيمة المحتوى اللي انطرح للخريجين من الكلية وللطلاب، وكيف ممكن يستفيدون من المحتوى والأسئلة الاستراتيجية اللي انطرحت في إعداد رسائل الماجستير من ضمن رحلتهم في هذه الكلية.